ناخد sum of a weighted. weighted geometric series. مش geometric series. فال weighted geometric series بتكون 0 في a في r to the 0 زائد 1 في a في r to the 1 زائد 2 في a r تربيع زائد 3 a r تكعيب زائد n a r to the n minus minus 1 minus 1. اوكي هاي عندي هاي السيريز. n minus 1 هاي بنسميها weighted. هي صحيح انها السيريز هي مش السم. ماشي الكل فاهم؟ السيريز هي مش السم، هي سيريز اوف تيرمز. السم بعدين بصير مجموع. فعندي هون weighted geometric series. واضح انه هاي بتروح على زيرو. ليش؟ لانها مضروبه في زيرو. ماشي؟ صارت عندي هون. هلا اذا بدي اطلع هذا الترم، شوفوا شو راح نعمل، راح اخذ راح ارجع اول شيء لاس. اس شو كانت بتساوي؟ بتساوي عندي a زائد ar زائد ar تربيع زائد ar تكعيب زائد ar to the 4. وانا اللي بدي الاقي s راح احط هون w sub w انها weighted. بدي الاقي السم لهذول الترم. هاي بتهمني لما بطلع الرام الزد ترانسفورم تبع رام، فلازم اعرف المجموع تبعتها لحد ما نوصل. هلا هون عندي هلا راح اخذ ds بالنسبه ل r. اذا اخذ ds بالنسبه ل r شو بصير؟ هذه بتصير 0، هذه بتصير a، هذه بتصير 2 ar، هاي 3 ar تربيع زائد 4 ar و 4 وهكذا. اضرب r ds على r بصير عندي ar زائد 2 ar تربيع زائد 3 ar تكعيب زائد 4 في ار هو 4. تصبير صح؟ تصبير 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 هذا الشكل. هيو مش هاي نفس هاي وهاي نفس هاي وهاي نفس هاي. اذا هاي شو تساوي؟ اس. لكن اس نفسها شو بتساوي؟ مجموع. لو اخذت لانفينيتي انفينيت نمبر اوف تيرمز تساوي 1 على او اي 1 ماينس ار. اذا من هاي دي اس على ار شو بتساوي؟ هذا اشتقيته. هيو هون بدي اشتق هذا، بقدر اشتق هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لآر. فهذا عبارة عن A في 1 ماينس R للماينس 1، مش هيك؟ مشتقته بالنسبة لآر. فيساوي بينزل الناقص 1 هون، فبصير ناقص A في 1 ماينس R to the minus 2، ولازم نضرب عشان ما نسينا هذيك المرة نضرب في مشتقة 1 ماينس R بالنسبة لآر اللي هي ماينس 1. فصارت هاي تساوي a على 1 ماينس r تربيع اللي هي مشتقة s. هلا بدي اضربها في r فبتصير عندي ds على dr مضروبة في r بتساوي ar 1 ماينس r تربيع. بس r ds على r بتساوي sw. اذا sw بتساوي هاي بيكون. اذا ال weighted sum بيساوي a في r على 1 ماينس r. اوكي ماشي واضح. هدول بهمون عشان الزد ترانسفورم.